ازي حضرتك؟ حضرتك مثلا اول عمده في كفر الشيخ اصبحت ما فيش حاجه اسمها بقى شغلانه رجاله ولا شغلانه ستات. خلاص ما عادش في فرق. ما فيش فرق بين الراجل والست. احنا نحكم عليهم بس من عملهم. حكم من عملهم. الحكم للعمل مش للنوع. اهم حاجه ان يكون شغلهم مظبوط. مين اللي يسد في مكان؟ مين اللي بيخدم المكان اللي هو فيه؟ مين بيخدم الناس اللي حواليه؟ هو العمل علشان كده. تمام. قولي لي بقى الجلسات العرفيه بقى. بتعملي ايه فيها؟ هو الاول لما حد بيجيب شكوى انا بسمع الشخصين كل واحد لوحده. كل واحد لوحده الاول؟ كل واحد لوحده الاول. تمام. ان كان في حد عنده شهود طبعا احنا بنجيب الشهود وبنسمع ده وده. تمام. بعدين انا بعمل لنا تحرياتي بقى الخاصه. يعني مش كل كلام اللي بيجي احنا بنصدقه طبعا. بس تمام. بنعمل احنا تحريات عن الكلام ده. تمام. وبعد كده بنبدا بقى نصالح بينهم. ان كانوا بقى يعني صاحبه وكده يعني عادي بيني وبينهم ماشي. ما كانش بنعمل بقى جلسه عرفيه كبيره. هم بيجيبوا كل واحد بيجيب الشهود بتاعته من شخصين واحنا بنجيب انا ببقى موجوده في الجلسه وبنجيب مرجح معانا. وبنجيب مرجح معانا. تمام. بنسمعهم الاثنين وبندي حكم يعني الحمد لله طبعا هم بيقتنعوا هم عارفين انا ست حقانيه انا ماليش مصلحه عند حد. فبقول اللي يرضي ربنا ويرضي ضميري. ماليش اي مصلحه عند حد خالص. طموحك ما وقفش انك انت تكون عمده. لا انا انا عايزه ادخل برلمان ان شاء الله. بس مش علشان يعني يقولوا بقى نائبه وكده لا لا خالص. انا عاوزه اكون اشوف مطالب البلد. يعني الناس يقولوا احنا عاوزين واحد اثنين ثلاثه انا ادخل المجلس واقول واحد اثنين ثلاثه. مش عاوزه اكون مجرد نائبه في البرلمان، لا انا عاوزه اكون عضو فعال واحقق مطالب اهل بلدي. البرلمان هيخليني اعرف ناس كثيره وهم عن طريقهم احل مشاكل الناس. ده هدفي الوحيد. لكن غير كده مش مشكله. انا عمده لوحدي ووسط بيتي وولادي انا عمده. فمش هاممني يعني ان انا اكون نائمه في البرلمان الا عشان خاطر بس اخدم الناس. طيب كفر الشيخ فيها عادات سيئه. منها الزواج المبكر. منها الاميه. صحيح. طيب قولي لي بقى كعمده هتساهمي في الحاجات دي ازاي؟ خصوصا انك انت عضو مجلس قومي للمراه. ايوه انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. هو احنا انا كنت فاكره ان الناس اللي مستواها قليل في التعليم او الاميين هم اللي بيتجوزوا بناتهم في سن صغير. لكن انا من خلال ان انا عمده لقيت ان الناس فكرهم كويس متعلمين موظفين يعني وبعدين يقدروا يتكلم بيقول ستات البنات وجواز البنات ده فكر متخلف. عند المحامي بتاعي قابلت بنت عندها 15 سنه. 15 سنه؟ عندها 15 سنه. تمام. البنت دي اتجوزت ومعندها مخلفه ولد. تمام. حصل بينها وبين جوزها خلافات. تمام. فطردها من البيت واخذ الولد. تمام. ومش معترف بحاجه. هي فين حقها دلوقتي؟ في الاب والام لجوز بنتهم اللي عندها 15 سنه. هي دلوقتي لا هي متجوزه ولا بنت ولا مطلقه ولا ليها اي حقوق في الدوله نهائيا، ولا حد يعرف عنها حاجه، ولا تقدر حتى تتجوز تاني لانها بينها وبين ربنا هي زوجة راجل تاني، لكن قانونا قدام القانون هي مش زوجة حد. وما طلقهاش. ما طلقهاش. وراحت لمحكمه الاسره وانا كنت حزينه جدا عيل انا مش مصوره قبل ان اكون متجوزه وكمان معاها طفل. وباساليب بقى تانية هم يعني قدروا اهلها ان هم يطلعوا شقتها فوق وخطفوا الولد وجابوه عنده مش عارفه يعني كلام فاضي. مأساة. فين الأب؟ طبعا. وسمعت كمان ان في ناس تانية اتجوزت طبعا حضرتك عارفه انه بيعملوا عقودات وبيولدوا لما توصل السن القانوني بيسجلوا الجواز ده. طيب انا اعرف ان كان في بنت اتجوزت من عامل محاره وطلع على السقاله فوق ونزل ومات. تعرف حضرتك عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ كتبوا الولد باسم جده. ضاعت الانساب. مش بس حق البنت اللي راح ولا حق الولد اللي راح، الراجل جده كتب الولد باسمه. فين الانساب بقى دلوقتي؟ راحت الانساب خلاص. ده مش ابنه اصلا. ده ابنه؟ ده ابن ابنه. طب والبنت دي هيطلقها امتى؟ هتطلق ازاي؟ مين اللي هيطلقها؟ مين اللي هيطلقها؟ اذا كان جوزها مات اصلا، مين اللي هيطلقها؟ طب الحل ايه؟
الحل احنا عاوزين برامج خاصه بالمراه، بالمراه الريفيه، برامج موجهه ليها، برامج موجهه لاهل الريف فقط، قنوات خاصه بيهم، او حتى برامج في يبقى ليها مواعيد توعي الناس وتقول لهم المساوئ اللي بتحصل لكده. عايزين في المجلس القومي للمراه، انا سمعت انه بيروح يعني يقابل مثلا البنات في المدارس ويوعوا البنات، بس برضه حضرتك البنت ما بتسمعش كلام اهلها؟ هتفضل تقاوم ابوها وامها لحد امتى؟ لا انا رافضه، انا مش متجوزه، انا الكلام ده انا مش موافقه وكلام من ده، لكن ضغط الاهل في الاخر هم الاهل هم اللي هيسمعوا، فيبقى كلامنا موجه للاب ان ده ويبين لهم المساوئ. يعني انا بحكي لحضرتك على واقعتين انا حضرتهم. طيب عايزين نوضح للناس الكلام، في حاجات كتيره، حاجات كتيره مش مظبوطه. طب اكتر مشاكل صعبه قابلتك حضرتك؟ قابلت كذا واحده، كذا ست اللي هو ايه احنا ما زلنا لحد دلوقتي مش في الصعيد بس، حتى احنا فوق البحر، ان احنا بنقول ان احنا متمدين قوي ومتحررين شويه عن وجه ابني، اللي هو ما بيديش للبنت حقها، مش حقها في المدرسه، مفيش لحد دلوقتي بيد جزء بسيط، ما يجيش حتى النص، يعني حاجات بسيطه قوي. في طبعا مشاكل في الجيره كتير، وتبقى في مخالفات ومش عارفه الميه وحاجات زي كده، يعني ارض زراعيه. طب نرجع للميراث. ايوه مفيش حل ان الست تاخد حقها من اخوها. عايزين مفاهيم الناس تتغير، بين ان احنا متعصبين ان ابننا هو اللي يخرب الارض، ارضنا ما تطلعش بره، ما ينفعش، ما دي بنتنا برضه، ما دي بنتنا، ما فين حتى ربنا؟ احنا ناقصنا التوعيه الدينيه، عايزين الشيوخ تشتغل اكتر من كده، المواضيع ديت يقولوها في خطب في الجوامع، وعشان الناس يعني طبعا راجل الدين ده هو كلامه يبقى مسموع والناس كلها بتقدره جدا وبتسمع كلامه، فاحنا عاوزين ان الحاجات تتقال في خطب الجمعه وفي المجتمعات، لازم الدين قصدي ان الشيوخ الافاضل يصيروا المواضيع اللي هي جايز تكون مش واضحه قدامهم. يعني حضرتك مثلا ايه الخطيب اللي هيخطب في الجامع في المدينه غير خطبة اللي بيخطب في القرى. يعني انت ايوه، يعني موضوع خطبة جمعة او في مثلا كان هيدي دروس او حاجة بعد المغرب او بعد العشاء في المدينة غير القرية. اهتمامات المدينة غير اهتمامات القرية، مشاكل المدينة غير مشاكل القرية. الست في المدينة ليها حقوق بتاخدها، لكن الست في القرية لسه ما خدتش حقوقها. احنا يبان ان احنا واخدين، يبان لكن يبان الدولة وفرضنا حاجات كتير قوي، لكن احنا النقص اللي عندنا بيبقى ايه في الحقوق اللي هي بين الاهل وبعضها، بين الاهل وبعضها، بين الاخوات، بين ولاد العمام. انا قابلت والله احنا لسه في مشكله كبيره قوي، ولاد عمام بيتخانقوا، والله الحكايه مش مستاهله، يعني واحد عاوز ياخد في الجنب ده، واحد ياخد في الجنب ده، واحد ياخد قدام شويه ورا شويه، خدت بالك؟ انا يعني يؤسفني ان الناس تبقى تفكيرها او توصل للدرجه.